أخيرا الرئاسة الموريتانية تفصح عن أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الاستحقاقات البرلمانية والجهوية والبلدية المزمع تنظيمها في البلاد في أفق 2023، وذلك تتويجا لاتفاق سياسي أفضى إليه تشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية مطلع سبتمبر الماضي بإشراف من وزارة الداخلية. أهم ضمانات لهذه الانتخابات المزمعة هو أن تكون فيها الفرص متكافئة بين الفرقاء السياسيين، وأن تكون منافسة شفافة، وذلك بتدعيم وتقوية دور اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات برفع اليد عنها ومراقبتها مراقبة دقيقة ستوصلها إلى نتائج محمودة من ناحية التنافس السياسي. النسبية في الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية وإعادة توزيع بعض الدوائر الانتخابية، وهو ما يعني زيادة 14 نائبا منتخبا بالنسبية، حيث سيكون برلمان 2023 مشكلا من 176 نائبا بالتناصف بين نظامي الأغلبية والنسبية وفق بنود الاتفاق بين الأحزاب السياسية والحكومة. انتخابات موريتانيا 2023 الجهوية والبرلمانية ستشهد منافسة كبيرة وقوية من قبل الأحزاب السياسية المشاركة بفعل النسبية، وبفعل أن دوائر انتخابية جديدة باتت في هذه الانتخابات. على اللجنة المستقلة أن تقوم بدورها كاملا، وعلى الدولة أن ترفع اليد عنها بالمرة. بعد الإعلان الرسمي عن تشكيل أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تعد محور العملية السياسية في البلاد، فهي من يحدد أجل الانتخابات بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية، يكون مشهد الانتخابات القادمة قد بدأ في التشكل. يأمل المشاركون في الانتخابات القادمة من أن تسير في أجواء مناسبة وفق تعهدات الحكومة، وأن تتمكن اللجنة المستقلة للانتخابات بالقيام بدورها بعيدا عن أي ضغوطات. محمد حيد، قناة الغد، نواكشوط.